فيديو جديد من قناة Exploring Games. والنهاردة هنلعب لعبة Call of Duty. واللعبة دي كنت بلعبها من زمان جدا وفي ليفل عالي زي ما انتم شايفين كده 108. واللعبة دي الجرافيكس بتاعتها حلوة, في منها للبلاي ستيشن وبرضو بتنزل على اللابتوب, وزي ما قلنا برضو الجرافيكس بتاعتها حلوة جدا. واللي شاف الفيديو اللي فات بتاع ببجي هي نفس الفكرة كده برضو بالظبط. وياريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشاروا الفيديو ده لأعزائكم. ويلا بينا نبدأ. انا عن نفسي ما بحبش المالتي بلاير, بحب العب باتل رويال. تعريف بس, المالتي بلاير بنمسك كده اسلحه حسب احنا معانا انهي اسلحه ونخش في معركه. الباتل رويال دي زي ما انا بقول لكم كده, بننط باراشوت وننزل بقى نجيب اسلحه من الارض ونقعد نقتل في بعض وكده بقى, واللي يموت بقى ناخد اسلحته وحاجات كده يعني. وللاسف كونكشن وحش فاللعبة هتحمل اول جديد. طبعا انا بعمل ساين ان وذ فيسبوك ما يحصلش اي حاجة ولا اقعد وقت سنة. واحنا الواسية نبدأ. طبعا شايفين اللي لاحظ كاتبين لي ويلكم باك سولجر بيرحبوا بيا. وهنبدأ المعركة, دوسنا ستارت, يلا بينا نبدأ. جماعة ريت الفيديو ده يوصل لعشرين لايك. زي ما انتم شايفين لو واحد مات ده اللي بيحصل كده, بيتعمل له زي صندوق ونروح ناخده. انا طبعا بحب الايربون جدا, الواد ده مستفز عتيل. هو ده طبعا الايربون, طبعا شايفين بننط كده. في بقى في اللعبة طيارات وعربيات وكده زي ببجي يعني كده. طبعا دلوقتي عامل حركة خبيثة شوية, الطيارة هتقع بينا. وانفجار جبار في الطيارة. طبعا ساعات الحركات دي بتحصل لو بنموت بسبب الحركات دي. طبعا لو حد غلس ضربنا زي ما انت شايفين. احنا دلوقتي داخلين اهو نبتدي الجيم ونط بقى من الطيارة. الحقيقة انا بحب المنظر ده جدا, واللي احنا واحنا واقفين في الطيارة ده. طبعا هو بيقول لي انت عايز تنط لوحدك ولا مع ناس ولا ايه بالظبط. طبعا انا هعمل unfollow عشان انا هنزل في المنطقة اللي انا بحبها دايما اللي هي البلاك ماركت. يا جماعة زي ما انتم شايفين كده حلو قوي اللعبة عشان مكتوب فوق الاماكن. انا طبعا البلاك ماركت ده بحبه جدا لانه في طيارة واسلحة, وهتشوفوا دلوقتي انا قصدي ايه, مخزن سرية وحاجات كده يعني. ننزل بس الاول في مكان امن عشان هنا بينزل ناس بالملايين, لازم نخلي بالنا.
طبعا دلوقتي بلم ايه ذخيره، وجالنا سلاح مع انه مش حلو قوي، يعني مش من الاسلحه اللي بحبها يعني، بس هو سلاح معقول وخلاص. طبعا انتوا ممكن تعملوها زي هي دي البيئه دي، بقى الميزه في ببجي دي ما نقدرش نعملها. اي يعني وانت في الجيم تقدر تبدل كده الشخصيه، تبقى تشوف من قريب تشوف من بعيد. انا بقى طبعا بحب اشوف من قريب، بكره اشوف من بعيد، دي مبحبهاش خالص. انا باخد فرست ايد. طبعا بقى الاسلحه بتختلف في الاسامي والاشكال وكده برضو زي ما انتوا عارفين كده. ببجي مثلا اي كي رقم كده، لكن هنا اي كي 14 كده يعني. بس المهم الاسلحه نفس الشكل ونفس الامكانيه. انا طبعا سلاحي اللي بحبه لسه ما جاش للاسف، ما عديناش عليه، اول ما نعدي عليه هقول لكم. طبعا دلوقتي بلم بس اكتر عدد من الاسلحه ممكن اجيبه، وطبعا اهو كده. انا بقى بحب السلاح ده مع انه تقيل، بس طلقاته جامده سريعه جدا. بصوا هنجرب مثلا في الارض، شايفين ده انا بحبه جدا في الحركه دي. شايفين يا جماعه ده اللي انا بقول عليه الاثاره والمتعه. فينا ناس بالهبل ما تتوقعوش انكم تلاقوها. دي بقى المتعه والاثاره اللي انا بتكلم عليها. طبعا انا عايز سنايبر وش عشان اكيد يعني هنا لو ضاع منيله وحشه جدا. ويلا بينا وش قدام كده، يعني هو ده الحاجه اللي شبه مخزن سري شويه اللي كنت بتكلم عليه زي ما قلت لكم كده. طبعا في حد هنا غتيت اللي جابه ما اعرفش. طبعا زي ما انتم شايفين الاستاذ حدف قنبله. انا منتظر بقى لحد ما اتفرقع. مش هتفرق ولا ايه؟ شكلها مش هتفرق. ما علينا مش مهم. زي ما انتم شايفين كده في حد كمان جاي يحصله في الموت. يعني يا ابني الجماعة انتوا ليه كلكوا حابين كده تقولي حابين تموتوا من اولها؟ انا والله ما اعرفش انتوا بتحبوا تموتوا ولا ايه يا جماعة. انا اوفر طبعا زخيرة وقتلها بسكينة. هو ده السلاح من الاسلحة اللي انا بحبها جدا، AK-47. السلاح ده يا جماعة انا بالنسبة لي ده جامد جدا، بالنسبة لي مدهش السلاح ده. برضو نجربه كده بدل السنايبر. يظهر وبان عليك الامان. طبعا اكيد في حد جاي وش، عشان المنطقه دي ممليه ناس. ولحد دلوقتي ما صدفناش السلاح اللي انا بحبه، بس ما علينا مش مهم. نروح اشوف البتاع دي فيها ايه، اتفتحت اصلا ولا لا. الله اكبر، بتاع دي بتدي طاقه للاربون يا جماعه، بتدي له طاقه رهيبه. انا بقى هنزل الاربون لحسن السيف زون، انتوا عارفين زي بابجي كده والسيف زون منورنا. مش مهم لو استنيت شويه، مهم ايه نلحق نفسنا ونهرب باسرع ما يمكن. طبعا احنا داخلين بقى في السيف زون، انا هطلع لفوق.
جماعة طبعا وانتوا فوق ما بتتأثروش جامد زي وانتوا على الأرض، بس انا ما قلتش انكم مش بتتأثروا، بس بتتأثروا، بس وانتوا فوق ما بتتأثروش زي تحت. طبعا لازم اكمل جري، انا هجري من غير سكينة، محتاج فيرست ايد. لا انا محتاج دي، كمان احنا نعاصر السيف زون يا جماعة، يا نلحقه يا نموت، والله المستعان نلحقه. كمان شوية مضطرة ادي واحدة كمان من البتاع ده. شايف ده يوم حظي ولا يوم ايه ده؟ يدي له باكس سرعة. طيب انا هنزل احسن، ايه مبعرفش اسوق العربيات دي للاسف الشديد، يعني مضطرة دي لنفسي واحدة، واحدة كمان. هضطر ابدلها بواحدة الكبيرة دي، زي ما انتوا سامعين طبعا في ضرب نار جميل جدا جدا جدا، وضرب النار ده منورنا. اخيرا السيف زون، بعد عذاب طويل وصلنا للسيف زون. نجري بقى على قدام احسن، السيف زون بتصغر تاني واحنا مش ناقصين، احنا اتبهدلنا اصلا. نروح لزمايل يا جماعة، واحدة اربون انا قاتل اتنين، فاضل 42 واحد عايش. ما نروح عند الاير دروب ده، الناس بتحبه قوي. اه طبعا يا جماعه نسيت اقول لكم ان في دبابه جميله جدا تنزل تنور الدنيا. طبعا انزل هنا اني اسحف كده سنايبر، اي حد معدي ياخد كده طلقه وهو ماشي، طلقه تنور له سكته. احنا بقى ايه، الاير دروب ده بينزل عنده ناس بالهبل، منكرش انه بيدي اسلحه جميله جدا، بس الجماعه ايه مش لازم الدرجات دي كده اهو. مش قلتلكوا في زميلنا الجميل عمال بيجري، هتهرب مني تروح مني فين؟ ما وريتك علينا حبيبي، نطلع له دوت. اوه زي ما قلت لكم يا شباب، الطلقه مباشره في كتفه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظنا. نبدل ارمر لحسن، الارمر بتاعنا اكيد اتضرب وتعور وباظ وراح في البطيخ. حد جاي، يا زمايله جايين، يا زمايله مش جايين. طبعا استسهلت طبعا، اقتله بالسنايبر، ضيع كل ذخيرتي كده هباء. طبعا بحب بقى ده سنايبر احسن من اللي معايا.
اللعبة هنا أحلى من ببجي شوية. في حاجة كمان، الواحد لو اتقتل يعني ممكن زمايله ينقذوه. ببجي الواحد لو اتقتل خلاص ضاعت عليه فرصة نجاته. يعني هو تلحق نفسك في الباي باي في ببجي، فده بيخليها أصعب شوية من كول اوف ديوتي. بس أنا مش عارف، ببجي لما باجي ألعبها بجيب ايه، بخش كده على الناس وأقعد أقتل فيهم جامد جدا جدا جدا. واحنا طبعا شوف كده، نروح للتانك ده ولا الدبابة؟ تانك نازل ارسم جيم يا عم. ابقى رايح لزمايلي دلوقتي لحسن ايه، مفيش حد هنا عندي خالص اقتله اقتله من في اي حاجة كده، ملل كله. يا سلام، ده مين بقى جماعة؟ برضو معلومة ليكو جميلة جدا، هبين هيت لو زمايلك بيحبوك هيقولك، لو مش بيحبوك هيسيبوك تموت، واحسن لك تموت عشان انا مش هسيبك غير ما اقضي عليك. شفت يا جماعة قلتلكوا خمسة، وبقى عند المية لحسن مخصوص. المية دي بيجي فيها ناس كتير بالهبل، مش بالهبل بالعبط. لازم انتوا تقوموا تخلي بالكوا قوي عشان البتاعة دي اللي بتحصل. نسيت اقول لكم على حاجة، البتاع ده بيضرب الدبابات وانا محتاجه بأمانة، عشان ايه اضرب دبابة كده خطف وشها على طول. مش شرط دبابات، اي طيارة ماشية وقعها في الارض كده. زميلنا ركب الدبابة، ربنا يبارك له. قلت لكم يا جماعة الدبابات بسم الله ما شاء الله نور المنطقة. ايه ده ايه ده ايه ده، في حد هنا وانا لازم اعرف هو فين، وانا لازم اعرف هو فين. وبنكمل الماتش اهو يا جماعة، زي ما توقعت في حد هنا جايلنا. ازيك يا زميلي عامل ايه، ايه الواد ده عمال بيضرب في نفسه، عمال بيضرب في الهوا كده. باك باك از فول، لازم نفرقع حبة قنابل كده بقى. رايح لزمايلي، شكلهم لقوا ايه يوم حظهم، لقوا ناس كتيرة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا ابني. شفتك شفتك او شفتك يا عيني، صعبانين عليا والله. ايه ده، في طيارة ولا ايه يا جماعة؟ الله اكبر.
دي اللي شايلة الاير دروب ولا التانك؟ نفس فرقها. مبفرقعش ليه البتاع ده بقى؟ ده انا زهقت والله. يا سلام، فين بقى الدبابة هنا؟ الدبابة دي أول حاجة أروح أركبها أكيد، وكسبنا الجيم. يا سلام، يعني ميشن كومبليتد، قتلت من البلاك ماركت. حلو جدا يا جماعة، يعني و اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. زي ما قلت لكم شير والسبسكرايب.